بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، مع الدرس الخامس من مادة الدراسات الإسلامية قسم التوحيد نسبة النعم لله للصف الثالث المتوسط. نرى في هذه الصور نعم الله المتعددة. تتابع النعم وتوافرها وتنوعها وسهولة الوصول إليها وعدم وجود ضدها يضعف الإحساس بأهميتها. ننسى المنعم، ويظن بعض الناس أن هذه النعم حق له واكتسبها بقدرته، وينسى أنها من عند الله، والواجب شكر الله تعالى عليها. هذا هو الواجب، وترك الشكر من علامات ضعف الإيمان. الله عز وجل يقول: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يعني لو ما شكرتش فالله عز وجل سيعذبك. والنفس مفتورة بحب من أحسن إليها من البشر، ولو كان هذا الإحسان شيئا قليلا، فكيف إذا كان المنعم هو الخالق جل وعلا سبحانه؟ يجب أن نشكره. نعم الله تعالى، نعم الله جل وعلا كثيرة، لا يحصيها محصر ولا يعدها عاد. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يعني لو قعدنا نعد نعم الله علينا مش هنقدر نحصيه. نعمة الصحة ونعمة المال ونعمة العقل ونعمة العينين وكشيء. تنقسم النعم إلى قسمين: الأولى نعم معنوية كنعمة الدين والعقل والعلم والهداية إلى الصراط المستقيم والثبات عليه. في ناس غيرك ماشية ضالة، في ناس بتعبد البقر وناس تعبد الفار وناس تعبد الشمس وناس كفرة. هذه نعمة أن تكون مؤمنا مسلما موحدا. والعقل أن أعتق العقل وغيرك مجنون، أنت تقرأ وغيرك جاهل. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أعظم نعمة أن هداك للإسلام، فهي ستكون سببا في دخولك الجنة، والدنيا ستزول ولكن الجنة لا موت فيها. فهذه نعمة عظيمة. النعمة الثانية النعم الحسية، الأولانية دي معنوية كنعمة الرزق، الصحة في البدن، سلامة في حواسك، الأمن في وطنك المملكة العربية السعودية. دي نعمة كبيرة. في ناس ما تقدر تمشي بالليل في الشارع بتاعها في أمريكا والدول دي، ما يقدرش. لو مشى بالليل يثبتوه، ياخدوا منه الفلوس اللي معاه، ياخدوا منه الجوال بتاعه. نحن في نعم لا تعد ولا تحصى. تعظيم المنعم سبحانه وتعالى. المنعم الحقيقي هو الله عز وجل، وتعظيم المنعم يكون بأمور منها. معلش أنا مزكم شوية بس مش قادر ما أسجلش عشان ألحق أسجل المنهج للأسبوع القادم. الشيء الأول الاعتراف القلبي بقلبك أن النعم كلها من الله عز وجل. قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. أي نعمة؟ ثاني شيء تعظيم المنعم وإجلاله والخضوع له والذل بين يديه ومحبته والخوف منه وعبادته والتوكل عليه وشكره على نعمة التوحيد والإيمان والمنهج الصحيح. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. شوف، ضد الشكر الكفر. شكر المنعم بالقلب والثناء عليه باللسان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد، يعني ربنا يرضى عليك لو عملت إيه؟ أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، تقول الحمد لله الذي رزقنا هذا بغير حول منا ولا قوة، أو يشرب الشربة فيحمده عليه الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. الشكر العملي، وذلك بالقيام بطاعة الله واجتناب معصيته.
هذا شكر عملي. طب تشكر الله تطيعه. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقليل ممن يشكر الله عز وجل. الإيمان بالله إلها ومعبودا وتصديق رسله ومحبتهم واتباعهم ومحبة المنعم والخوف منه ورجائه والقيام بجميع حقوقه. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذا من شكر الله. تعرف أن الله هو الذي رزقك السمع والبصر والفؤاد وأخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. شكر الله تعالى على المحاب والمكارم، يعني اللي بتحبه واللي بتكرهه، وحسن الأدب بين يدي المنعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر، لو جالك حاجة حلوة بتشكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يصبر على الضراء، على المرض، على الحادث، فيكون خيرا له. وهنا تشكر الله على المحب والمكاره، على الحلوة والمرة، لا لك أجر في كلا الأحوال. الخوف من عدم الشكر لنعم الله عز وجل، لأن من شكر زادت نعم الله عليه، ومن لم يشكر فيخشى عليه العقوبة ونزع البركة. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. شوف، لما تشكر يزيدك، ولئن كفرتم، يعني لو ما شكرتوش وما نسبتش النعم لله، إن عذابي لشديد، يلزع البركة والعذاب يوم القيامة. وجوب إضافة جميع النعم إلى الله تعالى، يجب إضافة جميع النعم إلى الله تعالى، لأنه سبحانه هو المنعم على جميع خلقه، فلا أحد سواه ينعم عليهم. وأما العباد فهم أسباب يجري الله تعالى النعم على أيديهم متى شاء. قال الله تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. قل استفهام، لا خالق غير الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فألا تؤفكون. يبقى إذن لو ما أضفناش النعم إلى الله نقول بنؤفك، يعني بنكذب، يعني بنخالف التوحيد. ولا يكون العبد موحدا كامل التوحيد حتى ينسب جميع النعم إلى الله تعالى بقلبه ولسانه وبجوارحه، يعني يستعمل نعم الله بجوارحه في طاعته ويجتنب استعمالها في معصيته. شكر الله تعالى على النعم وحقيقته. نعم الله تعالى على عباده كثيرة جدا لا يمكن حصرها. قال الله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فيجب شكر الله تعالى على جميع نعمه. قال الله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله. شوف، اشكر واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إذا كنت بتعبد الله اشكروا على نعمه وحتى يزيدك. والشكر يتحقق بوجود ثلاثة أركان: اعتراف بالقلب، اقرار باللسان، عمل بالجوارح. اعتراف بالقلب بنعمة الله ويقينه أن كل نعمة فهي من الله جل وعلا، في قلبه كده. اقرار باللسان بالنعمة وثناؤه على الله تعالى بنعمه كلها: اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام ونعمة المال ونعمة الصحة ونعمة العافية ونعمة الوالدين ونعمة. عمل الجوارح وذلك باستعمال
واستعمال النعمة في طاعة الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى رزقك مال، ما تنفكوش في الحرام، اتصدق منه. ربنا سبحانه وتعالى اداك صحة، صعد الناس بها، ما تضربش بها الناس وتأذيهم. ربنا سبحانه وتعالى اداك علم، علمه للناس. فهمنا يعني ايه عمل الجوارح؟ بالتعاون مع عدة ثلاثة من نعم الله علينا، ثم أبين كيف يكون شكره. مثلا نعمة المال، نشكر الله. أول حاجة نعترف قلبيا بأن الله هو الذي وهبنا المال، ثم نشكره باللسان، ثم نتصدق بجوارحنا وننفقه في طاعة الله. تشتري بقى الحاجات اللي تنفع وتبتعد عن الحاجات اللي ما تنفع. انا هكبر الخط بس عشان نخلص واحدة بواحدة، لان لو هجينا للي بعدها مش هينفع. طيب النعمة التانية مثلا نعمة العلم، خلاص اللي فاتت دي هنمسحها. نعمة العلم نعمل ايه بقى؟ في نعمة العلم برضه نعترف قلبيا بأن الله هو المنعم به، ونشكره باللسان، و نعلمه للناس، ونستخدمه في طاعة الله، ما نضرش به حد. النعمة الثالثة مثلا أي نعمة نقول إيه؟ نعمة الصحة. أول حاجة نقر بأن الله هو المنعم ده بالقلب، ونشكره عليها باللسان، ونستخدمها في طاعة الله كمساعدة الضعفاء، ولا نضر بها أحد. يعني متى اعتديش فنعتدي عليه، هذا استخدامها في طاعة الله، وعدم استخدامها في إيه؟ هذا هو الشكر، إقرار بالقلب وشكر باللسان واستخدام الجوارح في طاعة الله عز وجل. شكر الناس، حمد الله تعالى على نعمه، ومن حمد لله شكر الناس على ما يزدونه بالمعروف، على إحسانهم والثناء عليهم به والدعاء لهم وترك الجفاء معهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. إذا أنت ما شكرتش الناس مش هتشكر الله.
لسانك لو تعود على الشكر لله ستشكر الله، تعرف اللي فيه اللي الناس قدمت لك نعمة، وتعرف أن المنعم الأكبر هو الله. بالتعاون أبين ثمرات شكر الناس على معروفهم. أول شيء يزداد الناس في عمل المعروف، الناس لما أنت تشكرهم هيزدادوا ويستمروا، لأن النكران يخلي الناس تقول لك طب خلاص بقى نحمرها كده علشان تبقى باينة. الشيء الثاني يجعل المجتمع متحابا ومتآلفا ومتعاونا ينزع الكراهية والبغضاء من المجتمع. الحتة الأخيرة دي ينزع، روح للأسئلة وجاهزة، بس لا تبخلوا علي بدعائكم والاشتراك في القناة، واضغط لايك لترفع الفيديو وتجعل القناة في المقدمة. وهذا من شكر من شكر من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وجزاكم الله خير. وأنا أشكركم جميعا على التعليقات الجيدة التي أراها في على القناة واللايكات، وجزاكم الله خيرا. شوف هنا ربنا سبحانه وتعالى الآية لعبت هنا بالتاء المفتوحة، لما بيكون بيتكلم عن نعم الله تكون بالتاء المفتوحة يعني كثيرة، حتى جايبها تاء مفتوحة وهي المفروض تكون بالتاء المربوط، ولكن هذا من إعجاز القرآن الكريم وبلاغته، فيدل على أن نعم الله مفتوحة وكثيرة لا تعد ولا تحصى. السؤال الثاني، الدليل على أن نعم الله لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. السؤال الثالث، ما أركان الشكر؟ 3 أركان: اعتراف القلب، إقرار باللسان، عمل الجوارح. السؤال الرابع، أعلل لما يكون العبد لا يكون العبد موحدا كامل التوحيد حتى ينسب جميع النعم لله؟ لأنه سبحانه هو المنعم
على جميع خلقه، لا أحد سواه ينعم عليه. وأما العباد فهم أسباب يجري الله تعالى النعم على أيديه. بالدليل أيتين: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، تذكر نعم الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ طبعا لا. والتاء كمان إيه؟ اشكروا نعمة الله عليكم إن كنتم إياه تعبدون. لو ما شكرتش يبقى ما فيش توحيد، لو لم تشكره لم تكن من الموحدين. لأن ضد الشكر الإيه؟ الجحود والكفر. يطلعوا فوق عشان امك راحه بره واخواتك جوه. اللي بعده: كيف تحقق شكر الله بالقلب وباللسان وبالجوارح؟ بالقلب تعترف بنعمة الله ويقين أنه كل نعمة من الله، باللسان ثناء وشكر لله تعالى، بالجوارح استعمال الجوارح في طاعة الله وتجنب استعمالها في معصيته. ما واجبنا تجاه من صنع إلينا معروفا نشكره؟ نقول له جزاك الله خيرا، ندعو له، نكن له المحبة والاحترام والتقدير. السؤال الأخير: من شكر الناس من شكر الناس شكر الله، فكيف نحقق الشكر تجاه وطننا الغالي؟ أنا جبت لكم 9 حاجات: نحبه ونقدره ونعتز به، نحميه بأرواحنا وندافع عنه ضد الأعداء، نجتهد في دروسنا حتى ننجح ونتخرج ونعمل على خدمة وطننا في المجال الذي نعمل به، سواء الطب أو الهندسة أو العسكرية أو أي مجال. اللي بعده: نكون صورة مشرفة لأبناء الوطن أمام الشعوب الأخرى حينما نتعامل معهم، نحترم القوانين والأنظمة ولا نخالفها، نحرص على نظافة الأماكن العامة، نحمي الممتلكات العامة والخاصة ونحافظ عليها، السمع والطاعة لولاة الأمر، عدم تصديق الإشاعات التي تبث الفرقة بين أبناء الوطن أو بين أبناء المجتمع. كده احنا خلصنا. واحد هيقول لك أنا عاوز 2 3 4 من اللي فوق، أقول له مع السلامة بس ما تنسانيش باللايك وتدعي لي، واللي عاوز يكمل يكمل. كده ده كان آخر حاجة. بس البخلاء من لا يشكر الناس لا يشكر الله.
إذا شكرت الناس فاعلم أنك تشكر الله. وجزاكم الله خيرا، وأتمنى لكم التوفيق والنجاح. وبستنى شوية عشان اللي عاوز يكتب طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.